شكرا على الاستضافة ومرحبا بيك. يعني يشرفني وحاجة تفرحني وحلمة ويعني بالنسبة لي أنا تحققت إن شاء الله. اليوم نتوجوها بحفلة حلوة نفرحوا بها الحضور والشعب المغربي وإدارة المهرجان أكيد. يعني عندي مدة حبيت نطلع في موازين يعني من البداية متاعي ومن البداية بتاع المهرجان، واليوم الحمد لله حاضرين إن شاء الله نخليهم انتباع باهي للجمهور في المغرب، نعديه حفلة كبيرة. بس كأنا جي دوموندي مالوريزمون جي دوموندي يعني حتى نعمل معنا انترفيو تليفونيك معنا مع راديو ولا مع وسيلة إعلام، فهمت؟ وحتى طلبت زادة من إدارة المهرجان، حبيت معنا هم ينزلوا توضيح، لأنه أنا يعني سي با اون سورس اوفيسيال كيفاش الناس ينساقوا ورا معنا انتوكس، معنا مش أنا اللي نزلتها وما عندي حتى علاقة يعني بالموضوع اللي صار يعني. يعني اصلا جغرافيا لا تاريخيا معناها لا انتمائي للحكايه هذه. يعني الرساله، اسمعني، كل فنان فينا مسؤول على الجمهور اللي يسمع فيه، كل فنان فينا. مالوريزمون فما فنانين ان معناها السوبرمان وباش يوصل ميساجات على التعاطي وعلى معنى عبارة على فيرتي. احنا اليوم ردينا من بابلو إسكوبار يعني مثال يقتدى به، alors que هو معنى سي با ان اكزومبل ا سويفر مالوريزمون. معنى ان تو معنى يا بليزيور فاكتور اللي قاعدين يضيعوا في الشباب اليوم، سواء من ريزو سوسيو سواء من الاغاني اللي قاعده تخرج، معنى كي انسيت لي جون افير معنى لي جون سورتو معنى باش يتعطاو المخدرات ولا باش يحرقوا ولا باش كذا. يعني كل واحد فينا مسؤول اكيد. انا كأب ولا كأخو كبير ولا اكيد معناها باش ننصح الشباب، معناها ابريتو الفن اللي نعملوا فيه يعني انت تنجم تمشي على روحك لكن الرساله تقعد، فهمت؟ اوموا نخليو ان بون ميساج اسويفر هذا هو. اكيد احنا ضد الفتن، معناها تنجم تشجع جمعيتك وانتمائك لجمعيتك لكن مش انك توصل تضر يعني ناس اخرين ولا يعني خليها في نطاق الرياضه وخليك فير بلاي.